أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لميليشيا الحوثي الإيرانية في جنوب شرق مدينة تعز. وقال مصدر ميداني إن وحدات من الجيش تابعة للواء 22 ميكا صدت هجوما عنيفا للميليشيا ودارت على إثره معارك ضارية في محيط موقع المكلكل ووادي صالة ومنطقة المديهين جنوب شرق تعز. وأشار المصدر إلى أن الميليشيا شنت بالتزامن قصفا عشوائيا بالمدفعية الثقيلة استهدف الأحياء السكنية في شرق المدينة. وللوقوف على آخر التطورات الميدانية في الجبهة الشرقية في تعز معنا مراسلنا أمين دبوان. أهلا بك أمين. مرحبا. أهلا وسهلا. حدثنا بداية عن الهجوم الذي شنته الميليشيا فجر اليوم على تعز. نعم، قبل الحديث عن الهجوم هناك معلومات تريدنا الآن من المخا الساحل الغربي. نعم. حيث يتقدم الجيش ويسيطر على مناطق الكديحة وقرية المشقر ولقوادر غرب النجيبة. إذن الجيش الوطني يحقق انتصارات في الجانب الغربي لمدينة تعز وفي الساحل الغربي تحديدا. نعم. أيضا هنا في الجهة الشرقية كما ذكر في الخبر كان هجوم عنيف ليلة أمس استمر لثلاث ساعات على منطقة المكلكل والعريش والمديهين. بحسب التقيت اليوم القائد الميداني محفوظ ثابت المسؤول منطقة المكلكل في الجيش الوطني، قال لي بأن مجموعة من ميليشيا الحوثي هاجمت بشتى أنواع الأسلحة موقع المكلكل، لكن الجيش الوطني واللواء 22 ميكا كان لهم بالمرصاد، وهناك أسير أو ثلاثة أسرى وقتيل من ميليشيا الحوثي، وبذلك يكون الجيش الوطني قد حقق انتصارا بتكبيت تلك الميليشيا. هذه الخسائر في الأرواح، بينما الجيش الوطني لم يصب أحد بأذى بحسب القائد الميداني هناك. نعم، إذن أمين كان أكثر من محاولة في أكثر من محاولة للميليشيات الحوثية بالتسلل والتقدم، هل هناك تقدم لهذه الميليشيات؟ هل أحرزت تقدم؟ وما هي هذه المواقع التي تقدمت فيها؟ وأيضا ماذا عن خسائرها؟ يعني الجيش الوطني لها بالمرصاد ولمحاولات التسلل بالمرصاد، ماذا عن الخسائر وعن محاولات التقدم؟ نعم، هي محاولات يصفها الجيش الوطني هنا بمحاولات الانتحارية في منطقة الزيلعي والعبدان وأبعر والسريمي هنا في الجبهة الشرقية. حاولت من هذه المناطق التسلسل أو التسلل إلى العريش والمكلكل والمديهين. هذا التقدم إن صحت وصفه أصبح انتصارا في الجيش الوطني أن يتقدم الميليشيا ثم يترك ثلاثة أسرى وقتيل ولم يصب الجيش الوطني أي منهم بأذى، يعتبر انتكاسا للميليشيا الانقلابية. هي محاولات حديثة لأكثر من مرة في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية، لكن سرعان ما تبي بالفشل وتتكبد الخسائر في سواء في الجبهة الشرقية أو الغربية. نعم أمين، كلنا نعلم أنه مع كل هزيمة لهذه الميليشيات الحوثية خصوصا في الجبهة الشرقية يتم قصف الأحياء السكنية، ماذا عن قصف هذه الأحياء السكنية الآن في تعز؟ نعم، وهو ما فعلته فعلا في الجبهة الغربية في منطقة الخيامي اليوم. هناك أنباء عن قصف عنيف للميليشيا الانقلابية قصفت المناطق في منطقة الخيامي وسقوط مدنيين بحسب المعلومات الأولية في طريق الضباب التربة. القذائف تتساقط ليلا ونهارا سواء من الحوبان ومناطق تمركز الميليشيا في المطار الجديد لمطار تعز أو في الجهة الغربية من مناطق ما خلف الجبل هان. نعم، مراسلنا من تعز أمين دبوان، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.